ماربيا، إسبانيا، 1 مارس عام 2005. اعتقلت السلطات الإسبانية محامي عنده جنسية تشيلية اسمه فرناندو ديلفال فيرغارا. في التحقيق معه غادي يتضح للسلطات أنه كان في حال الشخصية ديال سول جودمان، محامي في الواجهة لكنه غير الشجرة اللي تخفي وراها الغابة. البحث معه غادي يبين للمحققين أنه كان واجهة لتبييض أموال لعصابات مافيا روسية وأوكرانية وحتى مغربية. هاد العصابات كانت تنشط في كوستا ديل سول جنوب إسبانيا وكتتاجر في كل شيء من المخدرات حتى الأسلحة. بسبب هاد المعلومات غادي تبدأ حملة هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ إسبانيا، حملة اعتقالات واسعة سميت بلا أوبيراسيون باينا بلانكا، بالعربية عملية الحوت الأبيض، قريبة في الاسم لعملية الحوت العمى في الماء، لكن غير هي حقيقية وشاملة إسبانيا وأوروبا بأسرها. سيتم القبض على كل من لم يستطع الهرب ممن ذكرت أسماءهم في الاعترافات، لكن حنا اللي كيهمنا منهم هو واحد فقط، مغربي اسمه هشام الحربولي، قبض عليه في ماربيا ومعه مسدس ومعه أيضا 2.5 مليون أورو كاش. تل هنا الأمر غريب لكن كيبقى مقبول، ماشي أول مرة السلطة الإسبانية تلقي القبض على شي حد فحاله. لكن اللي عجب بالصح هو الأحداث اللي تتالت من بعد. ديكشي كان في حال الدومينو، كل حجرة كطيح كطيح أخرى وراها. هاد هشام ما كانش أي واحد، كان شخص مطلوب للعدالة من السلطات المغربية، هربان ومحكوم بالمؤبد غيابيا في المغرب. المغرب طبعا غادي يطالب الإسبان بتسليمه، وفعلا في ماي من عام 2006 وصل هشام الحربولي إلى المغرب، بدأت معه التحقيقات فأعطى للمحققين اسم الراس الكبيرة اللي كانت تدير كل شيء في الخفاء، واللي اسمها رغم أنه كان ظهر أيضا في العملية الإسبانية لباينا بلانكا، إلا أن حتى حد ما بغى يرد لها البال ديك الساعة، أو خلينا نقول ما كانش من مصلحته يرد لها البال. هاد الشخصية اسمها محمد الخراس، لكن كل شي كيعرفها باسمها الأشهر اللي كان كيطوف مذكرات البحث لمدة سنوات، الشريف بالويدان. تم توقيف بالويدان في 25 غش من عام 2006، وبعدها بأيام بعد ما اعترف بأسماء الأشخاص المتورطين معه نزل الخبر الأبرز في ديك الصيف، اعتقال مدير أمن القصور الملكية عبد العزيز يزو، وكما الزلزال عنده موجات ارتدادية بعدها بيومين في 13 شتنبر من نفس العام تمت إقالة الجنرال العنيكري من مهامه كمدير عام للأمن الوطني، وبدأت اعتقالات واسعة في صفوف رجال الأمن والقضاء والدرك. السؤال هنا، علاش هاد هشام الحربولي تسبب في هاد الشي كامل، وعلاش أصلا كان محكوم بالمؤبد وهربان برا المغرب؟ الجواب هو منير رماش، لكن قبل ما نفصله في القضية أجي نبدأ الحكاية من الأول. في الحلقة ديال حميد الديب اللي كانت شافت بزاف هاد القناة وتساقت بزاف من هاد القناة، كنا هضرنا بشكل سريع على زمن الحشيش الجميل، فترة الذروة اللي جات بعد ما انتشرت موجة الهيبيزم في العالم في الستينات وفي بداية السبعينات، واكتشف المغاربة فيها أن الكيف اللي كانوا ديما كيدخنوه كمنتوج رخيص في السبسي ممكن يتدخن أيضا مع التبغ على شكل جوانات، وممكن أيضا وهذا هو الأهم نظرا للطلب الخارجي أنه يتباع في الخارج بأثمان خيالية. في الثمانينات والتسعينات اللي هي الفترة الذهبية ديال الحشيش المغربي، قاد حميد الديب والتمساماني واللي يخلوفي وآخرين بقوا في الظل حملة تهريب مكثفة للحشيش من شواطئ المغرب، ركموا أموال مخيفة، أراضي، عقارات، سيارات، واشتروا صمت المسؤولين في السياسة والشرطة والعسكر. قاموا بدور كان المفروض أن الدولة تقوم به، تبرعوا للمحتاجين، بنوا المساجد وجمعوا حولهم مئات الأتباع. لكن في منتصف التسعينات جات فجأة حملة تطهير اللي قادها إدريس البصري بأمر من الحسن الثاني وغيبت كل شيء. هي ما كانش عندها أثر كبير
على حجم التهريب، لكن اعتقال الرؤوس الكبيرة فيها فحال حميدو الديب والطبقة ديالو واختفاء آخرين اللي فضلوا الهرب والتواري على الأنظار حتى تمر موجة الاعتقالات، خلى الزعامة اللي هي في حال الطبيعة تكره الفراغ مفتوحة أمام جيش الشباب باش يتصارع من أجلها. وهكذا بدا اسم منير رماش يصعد إلى السطح. الحقيقة هي أننا كنعرفوا القليل فقط على حياة منير رماش قبل القبض عليه، وحتى ديك القليل كيف ما باقي حياته تعرض للتضخيم والتهويل في الصحافة وفي الشارع، وانا نقول لك علاش من بعد. لكن اذا بدينا من الاول، فاغلب المصادر متفقة على ان منير رماش ولد بين عام 1973 وعام 1974 في سبتة، وانه انتقل من بعد وهو صغير مع امه ثورية تطواني للاقامة في مدينة تطوان. القصة المعروفة كتقول أنه بدأ في الأول في تجارة الكاروك وطرابندو، حيث هذه حسب جريدة البايس عدد 8 شتنبر عام 2003 كانت في الأصل تجارة الأم ديالو ومنها تعلمها. لكن القصة الأخرى كتقول أنه قبل ما هذا الشيء كان تلميذ مجتهد، بل إنه كان يدرس في شعبة العلوم الرياضية ثانوية الحسن الثاني في تطوان حسب كتاب باغان دو سيتي ديال جيرون بييرا، قبل ما يسمح في كل شيء مع حصول على الباك ويتجه نحو العمل في الكوطرابندو. السؤال هنا، شنو وقع؟ شنو السبب اللي خلي تلميذ مجتهد يتحول فجأة إلى مجرم، يسمح في قرايته ويخاطر بكل شيء في تجارة ممنوعة قانونا؟ واش هاد الشيء عنده علاقة بحملة تطهير ديال الملك الحسن الثاني اللي كانت تجري في نفس المدة الزمنية؟ حنا ما عارفينش. اللي عارفينه هو أن الشيطان يتدخل حين يخفق الذكاء، ومنير رماش في تجارة السجائر المهربة بين عام 1994 وعام 1997 ما كان لا شديد لا والو، بل بالعكس اعتقل 4 مرات ودوز عقوبات حبسية صغيرة، أكبرها كانت 6 شهور حبس النافذة. بعدها من اللي خرج انتقل فجأة لتهريب الحشيش. في الأول منير رماش بدأ كوسيط في عملية نقل الحشيش مقابل عمولة، دائما حسب الرواية اللي كيعاودنها لنا كتاب باران دو سيتي. بعدها من الأرباح قرر منير رماش أنه يشتري الزودياك ديالو الفانتوم ويخدم لراسو عوض ما يبقى يتوسط عند الناس، فعرض على بارونات الحشيش في تطوان وطنجة أنه يكون هو الترانسبورتور ديالهم. خلينا نركز هنا على أن دور الترانسبور هو أنه يدوز السلعة بأمان فقط من نقطة A في المغرب إلى النقطة B في إسبانيا، وماشي شغله في شي حاجة أخرى، لا في بيع ولا في شراء. وعلى هذا الأساس كان منير رماش كيتلقى 10,000 أورو مقابل كل رحلة، لكن لأن الطلب كان كثير الرحلة الوحدة أصبحت رحلات والزودياك الواحد أصبح بزاف عند منير. هادشي اللي خلى منير رماش يكون ثروة سريعة تقدر بملايين الدولارات في أعوام قليلة. هالثروة استثمرها في العقارات في إسبانيا وفي المغرب، سيارات وفي حياة فارهة. لكن إذا كان هادشي عشره فقط كافي جدا لأي واحد عادي في حالي وفي حالك، فبالنسبة للشخص عنده طموح كبير وحب ظهور في حموني الرماش كان غير البداية. عوض ما يبقى مكتفي بدور الترانسبورتور ديال الحشيش، أراد منير أنه حتى هو تكون عنده سلعته الخاصة يشريها هو ويعبر بها هو ويوصلها ويتسلم ثمنها، وهذا كيعني هامش ربح أكبر، فلوس أكثر، لكن أيضا أعداء أكثر. وهنا بالضبط ابتداء من عام 2002 غادي تبدأ المشاكل. باش يوصل سلعته لأوروبا فتش منير رماش على وسطاء، أحدهم اللي كيهمنا فيهم كان وسيط مغربي تلقاه منير في مربية اسمه كازا. بسببه غادي تبدأ سلسلة من الأحداث السريعة غادي تأدي في الأخير لاعتقال منير رماش. القصة هي أن هاد كازا دوره حسب كتاب باغان دو سيتي كان هو أنه يأخذ السلعة من المغرب الحشيش يخلصها ويسلمها للمشترين في فرنسا يبيعها لهم ويربح من الفرق ديال الثمن. في نفس العام اللي غادي يتلاقى بمنير رماش، كازا غادي يتعرض لعملية نصب من عنده واحد البايع آخر، باعلو حشيش على أنه ذو جودة عالية، لكن في التسليم بدلو له حشيش آخر ذو جودة عيانة. فمن اللي رجع يهضر مع البايع، البايع نكرو وما بغاش يتلقاه ولا يرجع له الثمن اللي خادو. هاد البايع كان هو هشام الحربولي. الكاتب عبد الرحمن منيف في روايته المشهورة الأشجار الوقتية المرزوق
عنده واحد الجملة كتقول أن الناس السيئين لا يموتون بل يعيشون أكثر مما يجب لكي يفسدوا حياة الآخرين. وهذا الشيء وقع فعلا في قصتنا. كازا صاحبو ديال منير كان في ليلة 2/3/3 في واحد البار في كابيلا، كان مع منير وبارون مخدرات آخر اسمه مراد البوزياني. تما غادي يشوف هشام الحربولي جالس حتى هو في نفس المكان، غادي يمشي عنده طبعا غادي يبدا الدباس. كازا ومنير من جهة معهم البوزياني ضد هشام الحربولي اللي كان عنده دعم من عند بارونات حشيش كبار فحال نيني وشريف بالويدان. عليها هاد المعركة اللي كانت بسيطة غادي تتحول المطاردة في الشارع، ثم المحاولة اغتيال وإطلاق نار من اللي غادي يتبعوا المتصارعين خصومهم المجروحين حتى المستشفى باش يقتلوهم. في مقال صدر في موقع الجزيرة يوم 27/3/2003 وزير العدل الراحل الأسبق محمد بوزوبع غادي يهضر على الاعتقالات الواسعة اللي تبعت هاد الحادثة، حيث رغم أن الرواية الأشهر كتقول أن الملك سمع صوت إطلاق النار ديك الليلة حيت حتى هو كان كيقضي عطلته في تطوان، رواية وزير العدل غتكون مختلفة شوية وغادي يقول بالحرف أن سبب الاعتقالات هو أن رجال الأمن وصلوا ديك الليلة لحادثة السير كانوا كيظنوها عادية في المدينة، لكنهم اكتشفوا أن الأمر أخطر وأنها محاولة اغتيال. في نفس الوقت وقبل ما الشرطة تباشر تحقيقاتها، شخص آخر في منطقة أخرى قريبة تعرض لإطلاق نار بسلاح غير مرخص. الرواية الثالثة اللي أوردتها جريدة البايس الإسبانية قالت أن هذه الاشتباكات بين العصابات أصيب فيها واحد من حراس الملك محمد السادس اللي أمر ديك الساعة باعتقال المتورطين. حسب السلطات التحقيقات أدت إلى اكتشاف شبكة تهريب مخدرات ضخمة، والاعترافات طيحت مسؤولين كبار في تطوان وفي طنجة من بينهم قضاة وعسكريين وضباط شرطة، وزيد عليهم والي الأمن ديال تطوان شخصيا وثلاثة ديال العمداء مركزيين. أغلبهم ذكرهم الرماش في اعترافاته كناس متواطئين معه أو كمرتشين مقابل أنهم يديروا عين ميكاليه، لكن شخصيات آخرين ذكرتهم شخصية أخرى لا تقل أهمية عن منير الرماش وربما في عالم المخدرات هي أهم منها، محمد طيب الوزاني النني. إذا كانت الظروف حولت منير الرماش من طفل مجتهد إلى تاجر مخدرات فهي ما غيرت والو في النني أو في محمد طيب، هو كان مجرم من الطفولة ديالو. تقول غير لوران مالفو في سلسلة فارغو، من أيام عمله مع الحاج طريحة سرق قتل نهب ودار أي حاجة ممكن تتخيلها وحتى اللي ما يمكنش تتخيلها. الأساطير حوله كثيرة ولا تنتهي، كتبدأ من أنه أسقط مروحية إسبانية كانت تبعه في البحر إلى هربه من السجن وقتله الشرطي إسباني إلى سجله الإجرامي اللي كان أطول من قامته. وإذا كانت العادة أننا نقول أن حياة فلان تستحق أنها تروى فيلم على سبيل المبالغة، فحياة النيني فعلا تدل عليها فيلم وتصدر البوكس أوفيس في إسبانيا. في الأول محمد طيب النيني كان حد مسقط رأسه السبتة اللي تزاد فيه عام 1975 عام ورث دياد منير الرماش. من سبتة كان كيهرب الحشيش للضفة الأخرى على متن زوارق الفانتوم ديالو، وحسب جريدة البايس هو كان بارع في خدمته بل وكان ابتكر خطة عجيبة للتهريب. خلاصتها هي أنه عوض الخروج بزورق واحد للتهريب هو كان كيخرج بثلاثة زوارق للتمويه، جوج خوين وواحد اللي فيه الحشيش، باش حتى إذا لقطهم الرادار يتفرقوا والغوارديا سيفيل تكون عندهم نسبة أقل في العثور على الزورق الصحيح. لكن رغم ذلك في عام 2000 قبض عليه في إسبانيا، ومن اللي توقع الجميع أنها النهاية ديالو صافي خرج مؤقتا بكفالة على أساس أنه يرجع زعما من بعد المحاكمة، لكنه في حلالو سالامانكا لم يرجع أبدا. وعوض عن ذلك انتقل نيني للجهة الأخرى من الحدود إلى المغرب، طلب الجنسية المغربية حكم أن أباؤه كانوا مغاربة، وتما أضاف اسم الوزاني لإسمه باش يتفادى التسليم لإسبانيا وسمى راسو محمد طيب الوزاني. لكن هادشي ما عجبش بارونات الحشيش الكبار المغاربة اللي كانوا مسيطرين قبل منه على المنطقة، أبرزهم هو بارون مخدرات توفي غير مؤخرا في 9 مارس 2021 في حادثة سير غريبة على الطريق السيار، اسمه مصطفى الشعيري ومعروف أكثر باسمه الآخر الحاج الطاحونة. لكن اللي غادي ينقذ الموقف ويخلي النيني ينجو من يد الحاج الطاحونة في ديك الساعة هو اتفاق النيني
مع حوت ضخم آخر من حيتان الحشيش في طنجة الشريف بالويدان، ودخولهم بجوج في عملية بيع حشيش مشتركة يشرف عليها الساعد الأيمن ديال الشريف بالويدان هشام الحربولي. المعركة اللي جرت في ليلة جوج غشت ثلاثة غشت اللي هدرنا عليها بين الحربولي منير ضماش تثبت في اعتقال النني وفي الحكم عليه في 8 سنوات سجن النافذة. لكن حتى والنني في السجن، سواء من اللي كان في سجن تطوان أو في ودلاو أو في السجن المركزي ديال القنيطرة، رواية مستبقى على أن النني كان حر يمكن أكثر مني ومنك، كان كيخرج يقضي أغراضه ويرجع فوقاش ما بغى، كيقصر كيصافر كيمشي للسبتة متخفي ويرجع اللي بغيتي، بل إن سيارات السجن هي اللي كانت بموظفيها كتوصلو. وهذا الشيء استمر إلى يوم 7 دجنبر من عام 2007. في هذا النهار مكالمة مجهولة غادي تخبر الشرطة أن النني هرب من السجن هذه 8 أيام، وأنه كان خرج للسهر كيف ما كان كيدير ديما، لكن في ذيك النهار ما رجعش من قنيطرة، مشى مباشرة إلى السبتة. كانت فضيحة، وتقريبا كل الصحف العالمية تكلمت عليها. ليومنا هذا لا يوجد تبرير رسمي لكيفاش النني اللي كان مفروض أنه في الحبس قدر يعبر كل هذه الحواجز ويوصل لإسبانيا بدون مشاكل. الدولة فتحت تحقيق واعتقلت 6 حراس سجن متورطين وبعثت مذكرة بحث دولية للأنتربول. وبعد عام تقريبا في 24 أبريل من عام 2008 قبضت السلطات الإسبانية على النني في سبتة وسلمته للمغرب بعد ما نزعت عنه الجنسية الإسبانية. حكم النني ب5 سنوات أخرى كعقوبة على الهرب ديالو، زايد على 8 سنين اللي كان حكم بها في قضية الرماش، لكن طبعا عاوتاني هو لم يقضي لا 8 أعوام ولا 5. بعد عامين فقط شهد النني في سبتة حرا طليقا. جريدة البايس نفسها قالت أن لا أحد يعرف كيفاش دار النني حتى خرج بهاد البساطة. في ال4 سنوات بين 2010 و 2014 استأنف النني نشاطه في سبتة، وفي 3 غش من 2014 شهد للمرة الأخيرة على قيد الحياة على متن قارب يملكه في عرض البحر في سبتة، فين غادي تعرض له رجال مسلحين فتحوا عليه النار حتى سقط في المياه. بعدها اختفى النيني ولم يتم العثور على جثته، حيث الشاهد الوحيد اللي رأى الصراع قال أن القتلة خدوها معهم أثناء هربهم. الرواية الأخرى كتقول أن النيني لا ظل على قيد الحياة، لكنه بسبب الحادثة وبسبب المشاكل القضائية فضل أنه يبقى متوارع الأنظار. محاكمة منير ضماش كان عندها تغطية إعلامية كبيرة، امتدت لشهور وجرت ناس مسؤولين كبار القفص للاتهام. وفي 26 أبريل من عام 2004 ملي صدر الحكم على منير ضماش ب20 سنة سجن النافذة، العناوين اللي خرجت في الصحافة من بعد كانت كثيرة. أكبر إمبراطور حشيش في العالم بابلو إسكوبار المغرب، محمد السابع الرجل الذي تحدى الملك، وبزاف حل هاد العناوين البراقة اللي تنقلتها الصحافة ورددها الناس. لكن واش بالصح منير ضماش كان أكبر بارون مخدرات في العالم؟ حنا نقولوا غير أكبر بارون في المغرب، أو نقولوا غير في تطوان؟ الجواب هو أكيد لا. مدة عمل منير ضماش في تجارة الحشيش من الأول حتى القبض عليه هي لا تتجاوز أحسن الأحوال 6 سنين. طبعا هو ربح منها فلوس كثيرة بالمعايير ديالنا أنا وياك، لكنها عاوتاني لا تقارن بالأموال الخارقة اللي عند الرؤوس الكبار. القضية وما فيها هي أننا لن نرى حجم الفلوس اللي عند هاد الناس باش نقارنها بحجم الأموال اللي صدرت عند منير ضماش، لأنهم غادي يبقوا مختفيين في الظل إلا إذا طاح منهم شي واحد. وهذا الشيء وقع فعلا في عام 2006. هشام الحربول اللي حكم بالمؤبد لكن غيابيا حيث هرب من المغرب قبل موجة الاعتقالات، قبض عليه في اسبانيا وسلم للمغرب كيف ما قلنا في الاول. في التحقيق معه اعطى المحققين اسم الراس الكبيره اللي حسب اعترافاته هي اللي كدير كل شيء، وهذا الراس الكبيره كانت هي الشريف بالويدان. مثل سرق الزيت اللي نجا من موجات الانقراض، الشريف بالويدان نجا حتى هو من موجات الاعتقال المتتالية. صح هو اعتقل مرتين في 90s، لكن أطلق سراحه بشكل غريب دون أي تهم، رغم أنه في الأصل كان شخص مبحوث عليه
منذ عام 2006 الشريف بالويدان بقى كيف ما أغلب الحيتان ديال الحشيش ديما في الظل، ورغم أن اسمه ذكر في العشرات من مذكرات البحث إلا أنه ظل كيدور عادي بسيارته دون مشاكل. الأسطورة كتقول أنه كان واحد من الأربعة اللي قابلوا بابلو إسكوبار من اللي جا لطنجة في الثمانينات، وهو الوحيد من هاد الأربعة اللي ظل يعمل بصمت وبدون مشاكل. الشريف بالويدان أو محمد الخراز اللي هو اسمه الحقيقي كان في بدايته راعي غنم في ثلاث تغرامس، عمره ما دخل المدرسة. سنوات من بعد ورغم أميته غادي يثير انتباه كل مثقفي جهة طنجة تطوان ملي غادي يشتري فجأة مبنى معهد الموسيقى القديم في طنجة ويبغي يهدمه. لكن عمله الأبرز على الإطلاق بجانب تهريبه للحشيش كيبقى هو، ورغم أنه كان مبحوث عليه هذيك الساعة، فهو جدد مبنى الكوميسارية الرئيسية في طنجة ودفع من جيبه ثمن الإصلاحات. سنين من بعد ملي غادي تعتقل بوشاية مساعد الحربولي في القصر الصغير يوم 25 غش من عام 2006 غادي يعترف بدوره على والي الأمن ديال طنجة اللي كان ديك الساعة رجع مدير أمن القصور الملكية اللي هو عبد العزيز إيزو، اللي تعتقل بدوره في 11 شتنبر من عام 2006 وجر معه عشرات الشخصيات الأخرى من الأمن والدرك والقضاء. بعدها أقيل المدير العام للأمن الوطني حميد العنيكري من مهامه، بينما حكم الشريف بالويدان بثمان سنوات سجن النافذة. ساعد الأيمن هشام الحربولي حكم بعشر سنوات، لكنه بعد خروجه مات في 31 دجنبر من عام 2021 في ظروف غامضة قالت السلطات أنها السكتة القلبية. لازال منير رماش يقضي عقوبته الحبسية إلى يومنا هذا. أم ثورية تطواني كانت خرجت مؤخرا كتشكو للملك ظروف منير في السجن. دابا قولي انت شنو بالك؟